متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، حيث سيستقر الطقس مقارنة باليومين الماضيين، حيث تأثرت المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة. هذا المنخفض الجوي سيبتعد عن المملكة، وبالتالي الأجواء ستعود للاستقرار، درجات الحرارة أيضا ستعود للارتفاع. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور. طقس صافي لكن طقس بارد بشكل لافت، 11 درجة مئوية فقط، الملموسة 0 درجة مئوية، الرطوبة 89%، أما سرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس في عموم مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر 22 إلى 12 في إربد، المفرق 25 إلى 13، الجرش 23 إلى 13، عجلون 21 إلى 11. المنطقة الوسطى طقس صافي في عموم المناطق، البلقاء 23 إلى 15، مأدبة 24 إلى 13، عمان 21 إلى 14، الزرقاء 25 إلى 14، أما البحر الميت 30 إلى 20. المنطقة الجنوبية طقس صافي في عموم المناطق، الكرك 21 إلى 13، الطفيلة 21 إلى 15، الشبك 21 إلى 14، معان 28 إلى 15، أما العقبة 32 إلى 22. المنطقة الشرقية أيضا طقس صافي، الرويشد 28 إلى 14، الصفاوي 28 إلى 13، أما الأزرق 29 إلى 14. إلى اللقاء.